حياكم الله شباب، الله يمسيكم بالخير جميعا. الله يمسيكم النور. الحمد لله السلام. سلمكم زمانة وأنا عك مع هالكمبيوتر، فاعذروني تماما شباب. معذور يا أبو عبد العزيز، أبو محمد. أبو محمد الله يجزاك خير، شكرا طال عمرك، الله يجزاكم خير، أتمنى الخير للجميع إن شاء الله، وأتمنى أيضا تسمعوني بشكل جيد ولا لا؟ والله صوتك يقطع ترى، فيه شوية مشكلة. طيب يا سالم دقيقة واحدة، الله يبارك فيك، خليني أشوف شو الوضع، أحاول أربط على، لأني ربطت من الجوال، بحاول أربط على الهيدفون، وعلى الله يكتب الخير والصالح. خلوكم معي شباب، خلوكم معي. هلا شباب، حياكم الله، تسمعوني كويس الان؟ واضح 100% يا استاذ، يعطيكم الصحه تمام. حطيت بس خلينا نقول دخلت على البلاك بورد من خلال جوالي، ف الله يعين يا رب، الله يعين حبيبنا، الجميع ان شاء الله بخير وصحه وعافيه حبايبنا. الحمد لله يا استاذ. طيب بالانجليزي how was your weekend؟ يلا اللي يبغى يرفع يده يا شباب. طيب was okay. عبد الله سالم، يلا يا عبد الله. it is very good ولا it was very good؟ it was very excellent. Ibrahim Sayyaf, you want to say something? تبغى تقول شيء؟ Yeah, very well. It went very well, huh? كانت الأمور كلها طيبة. Yep. Why is that? May I ask? Why is it very well? Maybe your club had win? ولا had won, I said. طيب حياكم الله يا شباب مرة ثانية، وجدا سعيد ان احنا نجدد التواصل هالاسبوع. اتمنى كانت المحاضرة اللي طافت ايضا يعني لاقت احسانكم. في نفس الوقت يا شباب خليني اقول كلمة بالعربي قبل ما نبدا ان شاء الله، انه كل ما طاف، كل اللي طاف في المحاضرتين او الثلاث او الاربع اللي طافت كانت اثبات يعني عملي جدا بان الشباب ترى ما عليهم قاصر، وأنه من يعني عنده شوية صعوبات ترى مع الوقت تصير الأمور أفضل وأفضل. ذكرونا آخر مرة يا شباب كنا نتكلم عن The Black Death، الله يا ربي حمانا وإياكم، تذكرون الكلام ذا ولا لا؟ تردون عليه شباب لو سمحتوا. طيب وين وصلنا، وين وصلنا فيه في آخر حاجة يا شباب ذكروني. وصلنا مقطع 35 ونبدأ 40 مرة ثانية، اللي هو لاين 35. لاين 35 يا شباب. شباب في صوت كذا مزعج جدا. طيب شباب احنا وصلنا الى 30 تقريبا، لاين 35، واليوم نبغى نحاول بقدر الامكان احنا نكمل على هالقصة العجيبة الغريبة. أول شيء كم واحد، who of you, how many of you had already completed the reading of this passage؟ كم واحد كمل القراية صدقا يا شباب، صدقا أي ولا واحد، حلو ممتاز، شكرا على صدقا. طيب يلا أجل الآن أبغى some volunteers إن حنا اليوم نبدأ في بقية القطعة. let's go. Who's going to raise his hand? عبد العزيز، يلا عبد العزيز. عند الأستاذ بداية 35 صح؟ عند people travel. لا أبغى اللي قبلها 33. The plague started in China in the early 1300s. Okay ناصر عبد العزيز. Okay sir. وأبغى أذكرك بالقاعدة العامة حقتنا إن حنا نوقف بعد كل جملة
وشوف الكلمات الصعبة أو ترجمها لنا وشوف الكلمات الصعبة. أوكي عبد العزيز؟ تمام يا شيخ. يلا موفق خير، يلا توكل على الله. The plague started in China in the early 1300 years. 1300 كذا تقرأ. 1300 ز في الثلا في 1300. 1300 1300 بكم كم شريت الساعة؟ قرب 1200 تقول 1200 1200 بكم شريت التلفزيون؟ قال والله شريته ب 2300 تقول 2300 2300 بال 2300 قربها يعني. خلاص تمام يلا حبيبي كمل. Today disease move quickly from the one part of the world to another. نعم ممتاز. In the today, middle ages كمل كمل طال عمرك معلش قطعتك. عادي يا شباب تفضل طال. In the middle ages disease like people traveled. بسعود ارجع disease بس واحد ولا واجد؟ diseases أيوة يعني معناها الأمراض. In the middle ages diseases like people traveled more slowly. حلو زين تسافر زي الناس ما يتمشوا شوي يخبط أيوة. في الناس وشو يلا حلو. Took about 20 years العدد يعني. It took about 20 years. على فكرة took شو معنى كلمة took؟ يعني شلون بس ياخذ يا أخذ يعني أخذت أخذ استغرق عشان يوصل كم؟ يوصل لهم 20 سنة. أيوة عشان يوصل لأوروبا وصل 20 سنة. يلا تمكعلا. For the plague to move west from China at that time rich Europeans. معلش عبد العزيز إن إحنا قلنا بدنا بعد كل جملة بنحاول نوقف عشان نترجم اللي قبلها الشباب يعرفون. It took about 20 years for the plague to move west from China. عشان ينتقل من غرب الصين زي الأيام هذه خذت 20 سنة. الآن عشان في طيارات كم خذ؟ شهرين ثلاثة ولا هو واصل عندنا؟ الله ربي يستر عليكم وعلينا وعلى الجميع. يلا عبد العزيز آخر جملة. At that time rich Europeans liked to buy skills. لا عز ارجع سكيلز يشترون مهارات ولا يشترون سيلك؟ ايوه ايش معنى سلك؟ والله القميص اللي انت اليوم لابسه سلكي ايش معناها؟ يلا شباب ساعدوا. صوف صوف يعني الصعب. حسن الصعب حريري. إذا سيلكس كانوا يحبون يشترون الحرير and سبايس. أيوة الله أنت غداك اليوم الله يهديك سبايسي. إيش معنى سبايسز؟ يعني حار يعني يعتبر مو بحار عاد بهارات معناها يشترون بهارات زين. أيوة سبايسي يعني فلفل ولا حار هذا معناه. يلا كمل. From آسيا. From اقرأ عدل يا عبد العزيز ولا أجي آسيا هذا في الحسن عندنا وجه شطانك. إيجيا كذا إيجيا أوكي بالجاء إيجيا أوكي إيجيا يس إيجيا أوكي طبعا أوكي. يلا من اللي بيقرأ شباب من شباب. شكرا عبد العزيز ما قصرت. عفوا يا أستاذ ما منك صوت. الله يجزاك خير حبيبي حياك الله. يلا من اللي بيقرأ شباب يتكرم علي بيدين ترتفع لو سمحتوا. طيب
مجتبى الموسوي. يلا مجتبى. حياك الله دكتور. حياك الله مجتبى، أهلا وسهلا. الله يسلمك. How was your weekend? How was everything? It was normal. الحمد لله. And the weather is? Yeah. How was the weather? The weather? It was warm. It was warm. Little bit hot. It's getting hotter, right? Yeah. على فكرة بس عشان تكون معي في الصورة مجتبى، من الأشياء الأساسية اللي لازم تعرفها أو أنك ترد عليها في اللغة الإنجليزية هو أنه it's okay, it's weather, the weather is okay, the weather is good, the weather. لأنه يسألون دائما عن the weather كمقدمة لبداية الحديث عن الأشياء. يلا يا مجتبى go for it. Okay. Traders could make a lot of money from these things, so they took long trips to get them. Sometimes, meaning, التجار could make a lot of money from the things. يعني طلعون قروش. هاي. زين. فلوس. شو نقول إحنا هبشة. يأخذون هبشة يأكلوا يعني. المية يبيعونها بألف. حلو يلا. So they took long trips to get them. يعني رحلات خلني نسميها يعني طويلة. عشان. يستغرقون رحلات طويلة على أساس يعني هل دراهم هذه. حلو ممتاز جدا يلا. Sometimes they went overland, sometimes by sea. بعض الأحيان يعني شو نقول إحنا. سافرون عن طريق البر. إيه. البار وبعض الأحيان عن طريق البحر. جميل يلا يا مجتبى. That was how the rats that carried the disease probably traveled by ship. يعني يقول ممكن أن هذا يكون يعني سبب. أي سبب أنها أن الجرذان يعني انقلت اللي هو شو اسمه المرض عن طريق اللي هو السفر يعني عن طريق البواخر والسفن. شكرا يا مجتبى. طيب واحد ثاني غير مجتبى شباب يلا. حامد الغامدي توكل على يا حامد. يلا يا حامد. مساء الخير. مساء الورد يا حامد. شكلك داخل علينا من التلفزيون السعودي القناة الأولى يا حامد. صوتك كذا فيه ما أدري شلون. عن جد طيب. يلا يا حامد. By 1347. حامد شوي حامد حبيبي سوري أنا قطعتك. Sorry to catch you there. لكن في كذا وجه عجيبة. اللي هو يمكن صوت كهرب هذا يا فيش او صوت المكيف تايم ميكس صوت المكيف يقول لك. طيب يلا يا حامد. حامد يا راجل ولا شيء. يلا حامد go for it go for it يلا. By 1347 the flag had reached the countries around the Black Sea Eastern Europe. أحسنت. October. لا تستعجل حبيبنا احنا اتفقنا بكل بعد جملة عشان نوقف عشان الشباب يفهم. إذا by 1347 the plague اللي هو الطاعون had reached already وصل the countries الدول around the Black Sea in Eastern Europe. وصل بلاد البحر الأسود على شرق أوروبا. توكل على الله. In October of the year an Italian ship stopped at a Black Sea town and picked up the diseases. Disease. Picked up the disease. معي stopped. قل معي stopped. Stopped. إيه مش stopped. Stopped هذا معناها بالمصري يعني stopped يا عمي. Yes. Okay. إذن
إذا in October of that year, في شهر أكتوبر ذاك السنة, an Italian ship, سفينة إيطالية, stopped at a Black Sea town, وقفت على مرفأ أحد المدن البحر Black Sea, exactly, and picked up the disease, وخذت معها المرض. يلا, by the time المرض. By the time the ship arrived at Messina. Messina, arrived at Messina. دير اسمها مسينا. In Sicily. وسيسيليا إيطاليا صقلية. Yep. Sailors. إيش معنى sailors? Bobby the sailor man. Bobby the sailor. إيش معنى صويا sailor? بحر العديد. البحارة. العديد من البحارة كانوا. العديد من البحارة. أيوة العديد من البحارة. كانوا ميتين. ميتين. الله يا ربي حمانا وياكم. طيب شكرا حامد. خلينا نشوف أحد من الشباب إذا تكرم علي عشان أخذ أكبر قدر ممكن. يلا. طيب حمد بن مسفر. يلا حمد. يلا حمد. A few days later, people on Messina were sick too. حلو. إيش معنى sick too? Were sick too? T-O-O. يعني كانوا مريضين أيضا. أيضا. إذن T-O-O بنفس نطق too اللي هي اثنين, وأيضا نطق too اللي هو حرف الجر معناها أيضا. يا حمد. لما أقول لك I am happy, شو تقول لي أنت؟ تقول أنا أيضا happy, شو تقول؟ I'm happy too. أحسنت. I am hungry. شو رأيك يا حمد نروح المطعم؟ I'm hungry too. يعني أنا جوعان. أحسنت. حلو ممتاز. طيب اسمعني. I'm not feeling very well يا حمد, شو تقول أنت؟ Me too. Me too. أحسنت. I'm glad to meet you. شو تقول؟ Me too. Me too. أحسنت يا أبوي. وصلت الصورة؟ مينة. وصلت يا شباب؟ وصلت؟ ترى من الكلمات البسيطة جدا اللي تبين أنك أنت فاهم ولا لا. يلا يا حمد كمل. They sent the ship away but it was too late. هم أرسلوا السفينة بعيد يعني عنهم لكن تأخروا. تأخروا كثير. طارت الطيور برزاقها. The plague had arrived in Italy. The plague had arrived in Italy. كمل يا حمد كمل. For 2 years after that, village by village, town by town, the disease spread north through Europe. Spread يا أبوي. Spread north through Europe. Spread. يعني انتشر. انتشر. أيوة ممتاز يا حمد. الله يبيض وجهك ما قصرت. إذن أيوة سنتين بعدها انتقلت من ديرة لديرة من مدينة لمدينة لين طال عمرك وصل إلى شمال أوروبا. وحين واحد تاني من الشباب يمتعنا كذا بصوته. الله يعطيك العافية. شكرا حمد. الله وتعالى توكع الله. مرتضى. مرتضى أين أنت؟ أهلا. و سطر 46 هذا هو. فاللي هو باي يوروب. خلاص اللي بعد. 45 بقرا من 45. يلا توكل على مرتضى لا يصير خاطرك الا طيب. يلا. For 2 years after that village town by town the disease. A disease spread north through Europe.
حلو. By the end of the year 1349. أحسنت. It had spread as far as Scotland يا حبيبي. Scotland. And Norway. إذن انتشر إلى الشمال ألين وصل إلى سكوتلندا ونوروي. إيش معنى كلمة as far as يا شباب اللي عنده خبر؟ كلمة as far as I am concerned إيش معناها؟ far هو بعيد. أحسنت يا حسن. As far as I am concerned إيش معناها؟ as soon as possible as. طيب إيش معنى as far as I am concerned؟ يعني على قد معرفتي إلى حد على قد ما أيوة ممتاز حلو. As far as I am concerned. As soon as possible also. As soon as possible يعني الآن يعني حالا. نعم صحيح. As soon as possible يعني في أقرب وقت ممكن. أحسنت. يلا مرتضى كمل عشان نعطي واحد من الشباب فرصة. Only one part of Europe, Central Poland and Lithuania. Lithuania, من ليتوانيا. إذن فقط ليتوانيا. فقط منتصف أوروبا في بولندا وليتوانيا. إيش صار؟ three of the disease يا حبيبي مرتضى. Disease no one knows why. No one knows why. ما أحد يعرف إلى الآن ليش بولندا وليتوانيا ما جاها المرض. إيش معنى كلمة stayed free of the disease؟ إيش معناها؟ يلا شباب اللي عنده خبر. stayed away. يلا مرت يلا. يلا شباب اللي رفع يده بقيت خالية من المرض. لما أقول أنا smoking free إيش معناها؟ smoking free building يعني خالي من التدخين. ممنوع التدخين يعني هذا معناها smoking free ما في تدخن. لما أقول لك this room is a smoking free room في الهوتيل إيش معناها؟ ما تقدر تدخن غير المدخنين. لا تنسون كلمة smoking free خلاص ولا disease free ولا whatever. يلا شباب خلال مرتضى طيب عشان خاطري المرة دي اعرف كلمة جديدة اسمها smoking free معناها ما فيها تدخين. هذا معناها يا عبد الله. زين يلا طيب واحد ثاني شباب من الشباب. يلا محمد بن خالد دحيلان. يلا دحيلان مساكم الله بالخير. مساكم بالخير. What happened when the plague arrived in a town? شو اللي يصير لما يوصل مدينة دي ربي حمانا وياكم شو يصير؟ يلا يا خالد دحيلان. People get sick and dead. الناس يمرضون ويموتون fast. ممتاز بس اقراها عدل. People got sick and dead. Died. Yes. حلو. Died fast. حلو. Italian writer Giovanni Boccaccio. ما عليك منه. Wrote about the plague in France. كتب عن ال. عن المرض الطاعون في فلورنس. How many men and women, how many
man and woman had breakfast with their families and كم رجل and امرأة كم رجال وحريم had breakfast with their families كانوا فافطروا مع أهلهم and the same night ايوه with their ancestors in the next world. ايش معناها يا شباب الكلام هذا؟ تفطروا مع اهاليهم ولكن تعشوا مع their ancestors in the next world في العالم أجداد. القادم اجدادهم ايش معناها مجتمع لا زال ويش هلا يعني ايش معنى كلمه had dinner with their ancestors in the next world يعني في شو نقول احنا في العالم الثاني اللي هو يقصد ان يعني اجداد ميتين يعني ماتوا ماتوا يعني افطروا الصباح مع اهاليهم وماتوا مع آخر اجداد الوقت. شكرا يا محمد الدحيلان نبغى واحد ثاني يلا شباب يلا محمد الشهري يبغى يتكلم يلا محمد شكرا شباب على التفاعل يلا not everyone dead in the same day not everyone died يا حبيبي لا في الماضي not everyone died the same day مو كلهم ماتوا في نفس اليوم Not everyone died in the same day, but most people died within 3 days. خلينا نشكرك على نطقك المميز لكلمة people و died. يلا. يعني كم تموا ثلاثة أيام وتوكلوا الله يا ربي عينا على حقنا. قول آمين. آمين. يلا. And it was a horrible death. The first sign. The first signs. إيش معنى كلمة horrible؟ حسن محمد يبوي. إيش معنى كلمة horrible؟ يعني فظيع. فظيع مخيف شيء يخوف. It was a horrible death. Excellent. كمل. The first signs were black lumps. إيش معنى black lumps؟ إيش معنى black lumps؟ أول الإشارات. طيب. Black lumps. What does black lumps mean? زي نقط السود ها؟ lumps معناها نقط سود. أورام أو. أيوة. بالضبط هذا الله ربي حمانا وياك وقلامي. أحسنت يلا يا محمد يلا. Black lumps around the neck and other places. حول رقبتهم وفي أماكن ثانية حلو. That's why it was called the Black Death. أحسنت. Then three was high fever and three ولا there was high fever and blood. عدل فيفر عدلها. There was high fever. حرارة. لا فيفر فيفر. Fever. أحسنت. إذن حمى عالية حرارة and blood. مش and blood. And that was the end. الله يستر. يلا شباب موسيقى تصويرية وشكرا محمد عطونا واحد ثاني يلا. يلا شكرا محمد ما قصرت. No one understood what was happening or why. ما في أحد فهم إيش اللي يصير أو ليش. ممتاز يا حسن ممتاز كمل حبيبي. Many people thought it was a punishment sent by God. يا ساتر. في ناس كثير ظنوا إنه هذا كان عقاب مرسل من الله. من الله. إيش معنى كلمة thought؟
ظنوا أو طيب اعتقدوا. أيوة طيب وش الـ present tense من thought؟ think. think أحسنت. وش معنى كلمة punishment؟ punishment عقاب. عقاب. I will punish you. وش معناها؟ بعاقبك أو بضربك برضو. whatever. yes exactly. بطقك ولا بعاقبك هذا معناها. أحسنت. أحسنت يا حسن. الله يفتح عليك. قول أمين. آمين. Some doctors in Paris thought it was لا 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 حسن أنت بالذات okay. لازم أوقفك أنت لازم أوقفك يلا عد أنا عندي مشاكل في هذه التي لا 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 ما okay. مشاكل تستعدل okay, إن شاء الله. Some doctors in Paris أيوة thought it was caused by the planets and the stars كواكب النجوم أيوة بدوا يخشون في عالم الفضاء يلا other doctors believed it was caused by a bad smell. وقف لي هنا يا حسن في ناس okay. يعتقدوا بعض الدكاترة يعتقدوا أنها من الريحة العفنة لأن هي أتوقع من العراض اللي تجي أنها برضو طيب يتعفن الجسم المرضى ممتاز وهذا يا حسن اللي يقول لنا ليش تم تصنيع العطورات في باريس في باريس عرفتوا الحين السبب يا شباب أن يوم من الأيام الله يعزك كانوا من تنين إلى أبعد الحدود لا يسبحون لا يتوضون عزكم الله لا يسوون أي حاجة كمل يا حسن cities with the plague smelled horrible معناها المدن اللي فيها الطاعون صارت ريحتها عفنة سلام حلو مكرمين الجروب كلهم مكرمين عبد الله they told people to keep flowers and use perfume أخبروا الناس إنه يعني يحطون ورود ويستخدمون العطورات سلام حلو some people thought they could keep away the disease with the loud noises بعضهم يقول بعض الناس ايوه انه صارخوا تكلموا بصوت عالي عشان الديزيز ينحاش صحيح شوف كيف شوف كيف يا السيناريو يا حسن كيف السيناريو الانساني ينتقل كأنه حنا قاعدين نمشي في الوقت الحالي على نفس المرض اللي موجود هنا صح ولا لا إلى حد كبير طبعا صحيح بس الحمد لله العلم تطور والناس صارت يعني عارف أكود صحيح طيب أكمل ولا خلاص أعطيه go for it بعدها بعد نقول له واحد ثاني يلا أوكي where was I طيب so they rang church bells churches bells شغلوا أجراس شو اسمه أجراس الكنيسة church bells yeah يقرعون أجراس الكنيسة and fried guns yeah fired guns ويطلقون النار fired guns أطلقوا شو اسمه الأسلحة عيرة النارية طيب none of cures اللي هي العلاجات او ايوه الامصا ولا واحده منها نفعت على فكره كلمه كيرس معناها لعنه الله ايه كيرس معناها لعنه من لعنه و... يلا حبيبي طيب. كم of course there was no cure in those days ما كان في اي علاج هاك الايام اوكي okay. There was no way to help a sick person no there was no way to help a sick person thank you so much حسن great الله يعطيك العافيه يلا شباب واحد ثاني people were محمد الدوسري توكل
السلام عليكم. أهلا وسهلا يا محمد. بسم الله. There was no way to help a sick person. People were terrified. 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 خايفين. خايفين مرة. Terrified. ارتعشون. عفوا. صحة. قولوا صحة يا شباب. أحسنت يا حسن. صحة. حرام عليكم يا شباب. إيش بكم أنتوا؟ خلاص أنا شيبت ترى. ترى الصوت متأخر. لا تو الشباب يا إيه مشي مشي عبد المحسن جاسم. أصبغ إذاعة القاهرة تحييكم. يلا شكرا يا محسن على ذوقك. لا على ذوقكم كلكم. يلا. يلا محمد. Some stayed in the in their homes and didn't let anyone in but in both the flea in the fleas and the rats went and in and out. يلا عد 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 مرة ثانية حد يقول some بعضهم stayed. ما خلى أيوة لا some stayed in their homes. حلو حلو. And did not let anyone in. ما خلت أي أحد يخش. لا يطلع ولا يخش من البيت. كمل. But the fleas and rats went in and out. And so did the disease. Disease. Disease يا محمد. Disease. Sorry. أي إذن دخلت البراغيث والجرذان. لما تخش البيوت وتطلع. So did the disease. وأيضا المرض بنفس الطريقة. أكمل يا محمد. Other people run away from the cities and into the country. The بس countryside. وقف محمد وقف. إيش معنى كلمة run away؟ مو بران run away. هربوا. حاشو طيب. Run away إيش معناها؟ انحش معناها run away معناها انحش كان ابعد يعني هذا. Run اللي هو الماضي منها يلا. رحنا بيستان. بالضبط اهرب انحش احسنت الجاسم يلا كمل يا محمد. The countryside was probably healthier than the city but healthier than the city. القرى كانت افضل وضعها من المدن. But these people often brought this disease with them and they helped to spread it and they helped to spread it أحسنت وساعدوا في انتشار المرض هذا. شكرا يا محمد and thank you so much. Now we will go for another guy. واحد من الشباب يلا شباب. الشباب اللي ما يشاركوا ليش ترى احنا ما نبي نقطعين رقاب أحد. يلا خالد الحزاب. يلا يا خالد. السلام عليكم. هلا يبا خالد هلا. In some towns in Germany and France people also got angry. ليش عصبوا اللي في فرنسا وألمانيا؟ They wanted they wanted to find someone to blame for that plague. So أيوة يعني راحوا يدورون عن سبب بلايم معناها ها يلومون يلومون وش يلومون عشان المرض هذا شنو they blamed منهم يا شباب؟ جوز من الجوز يعني عصير معناها جوز ولا وش؟ اليهود. أيوة لام واليهود عرفنا حين شباب حب سبب الحرب العالمية ولا لا توها بادية حين يلا كمل. They said the Jews and the Jews had put poison in the water. لا بس كانوا يحطون ما عليه هذا شيء كانوا يحطون السم في الماء. كانوا يتهمون اليهود بأن يحطون سم في الماء. إيش معنى سم؟ poison. poison أحسنت. in the water يحطون سم في الماء أو يسممون الماء. angry groups فضل. angry groups of people went to Jewish neighborhood. الجروب المعصبين راحوا لليهود حارات اليهود. حارات neighborhoods معناها حارات اليهود. سووا يا خالد. they set fire to houses and killed whole families. شبوا في البيوت وذبحوا عائلات. الله الله شبوا ضيان في بيوتهم وقتلوا هالعائلات عائلات كاملة بأكملها. In Strasbourg كثيرة ما بين فرنسا وألمانيا.
Salzburg in 1349, 200 Jews were burned to death. ناف تاريخ 1349 200 يهودي احترقوا إلى الموت. حرقوا وليس احترقوا. حرقوا. حرقوا. سم كم؟ سم الله دوك. In those years, many Jews moved east to Poland and Lithuania. لثوانيا. خالد سم سم الله عدوك الله يفتح عليك قلامي اللهم امين قراءتك مميزة الله يفضل عليك يلا الله يسلم. يلا شباب شكرا خالد شكرا حبيبي الله يعافيك يلا 75 شباب سطر 75 من هو لها يا شباب بن ناصر يلا يا شبيب دوسري شبيب يلا شبيب عشان الشباب لا يملوا يجي الصوت واضح جدا احسن من كذا كانك في ام بي سي اللهم صل على محمد يلا the disease died down in the 1349 احسنت اذا بدا يتضاءل بدا يموت الفيروس هذا او الديزيز في عام 1349 but it did not disappear completely لكنه ما اختفى تماما حلو it came back many time in Europe شبيب حبيبي احنا متفقين بان احنا جالسين نتعلم قراءة صح؟ اي كذا بالعقل الشيء صار في الماضي ولا في الحاضر؟ بالماضي اذا it came ولا it come؟ it come ها شوف it came it came 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 صح ولا لا؟ صحيح يلا اذا it came back it came back many time in Europe many times ايوه عاد الحين in Europe though it never again spread so far so fast يعني ولكن though معناها لكن لم ينتشر زي ما كان اول في السابق بهالسرعة هذه تفضل the last big outbreak was in great black of London 1656 معلش يا شبيب اسمعني ذا بروبلم وذ نمبرز ما لا معلش حلو بسيط بسيط يا ابوي بسيط امر بسيط ترى ما هو شيء ذا لاست بيج اوت بريك الانتشار الاول اللي خلينا نقول الانفجار الاخير للمرض هذا واز ذا جريت بلايج اوف لندن كان في الطاعون الكبير اللي صار في لندن ان 1665 قلها معي 1665 with 1000 ايوه يعني تصعب على عمرك 1665 صعب قل 1665 بس اوكي 1665 when about 100,000 people died after, ايوه after that there were similar outbreak in smaller outbreaks in Marseilles Vienna and Vienna, Moscow and other cities until the early 18th century. حتى القرن الثامن عشر بقي إلى القرن الثامن عشر الله يا ربي حمانا وياكم قلامي شكرا شبيب شكرا شكرا ما قصرت يا شباب على السريع اللي بعدها يلا شبابنا وين اللي بيقرون شبابنا على السريع شباب يدين ترتفع مجتبى الموسوي في أحد يلا مجتبى يلا عشان خلص بسرعة ما ودنا نطول على الشباب يلا In other parts of the world however the plague continued to be a problem في المناطق أو أجزاء العالم الثانية المرض يعني مستمر يعني
لا زال مشكلة. Between 1855 and 1929, outbreaks of the plague killed over 12 million people in India and China. تقريبا يعني أي بين هالتاريخ يعني اللي هو 1855 وال 1929 نفس ال outbreaks اللي هو الانتشار أي الانتشار قتل تقريبا 12 مليون شخص في الهند وفي الصين. يا ساتر. Even now the plague is still present in some countries. For example, Madagascar, Tanzania, Brazil, Peru, Myanmar, and Vietnam. باقي واحدة تنزانيا. Tanzania, Brazil, Peru, Myanmar, and Vietnam. اسمعها مجتبع عشان تقولها مرة ثانية عادل خلاص. For example, Madagascar, Tanzania, Brazil, Peru, Myanmar, and Vietnam. أحسنت يلا. For example, هذه صراحة يا دكتور صعبة. Madagascar. Madagascar. For example, Madagascar, Tanzania, Brazil, Peru, Myanmar. Peru, Myanmar, and Vietnam. Vietnam, أحسنت. Every year around the world, several thousand people get the plague, and several hundreds of them die. طبعاً كل سنة الألوف يعني تقريباً من الناس يصابون بالطاعون والمئات منهم يموتون. Could a new outbreak of the Black Death kill millions of people today? هذا سؤال يعني لو يعني الطاعون انتشر هل راح يقتل تقريبا الملايين اليوم؟ Probably not. Now we understand how the disease is carried and we can stop it from spreading. طبعا الآن احنا فهمنا كيف المرض ينتشر وكيف نقدر ان احنا نوقف انتشاره. We can also cure it with modern medicines. وبرضو نستطيع ان احنا نعالجه بالأدوية الحديثة او العلاجات الحديثة. طيب مجتبع ارجع لي مرة ثانية. قل لي now we understand how the disease is carried and we can stop it from from spreading. Spreading من الانتشار. We can stop it from spreading. Does. We can also cure it with modern medicines. ونقدر نعالج عد كلمة حديث ايش معناها؟ We can also cure it with modern decisions. Modern مش modern. Modern. However, another disease could still be a problem. الله يستر. Even today, yeah, لكن ممكن أمراض ثانية تجي. أي ممكن أي. Even today, new diseases can suddenly appear. يعني ممكن أمراض جديدة تبين. أي في زمننا الحالي ممكن أمراض جديدة تظهر أو تبين. The scientists and doctors have to work fast to understand it and find the cure. العلماء والأطباء لازم يشتغلون بسرعة يعني ويشوفون لنا حال. يشوفون لنا حال. أيوة. الحين يا شباب عرفنا أول شيء أتمنى كانت قراءة ممتعة يعني عن حدث إذا جاز التعبير قاعد نعايش نوعية منه أو جزء منه. طيب. وبين لي أنا من الشباب إنه والله يعطيكم الصحة والعافية حتى لو كان في هناك بعض الصعوبات في التعلم إلا إحنا ممكن نتعلم سواء مني لكم أو من بعض يعني من الطلاب إلى الطلاب بحد درجة الأولى. طيب السؤال اللي أرق الشباب كلهم أو معظم الشباب كيف الأسئلة بتصير يا شباب؟ ترى الأسئلة بسيطة جدا بقدر الإمكان بيجيب لك true ولا false وبيجيب لك في نفس الوقت يا شباب ماتشينج يعني سو هذه بهذه.
ببساطة جدا. بعض الأسئلة ممكن تكون multiple choice وبقول لكم ركزوا على كذا ركزوا على كذا ركزوا على كذا. فلا أحد يقلق أبدا من هذه الناحية يا شباب. وكلامي واضح؟ كلامي واضح يا شباب. إيه نعم واضح. واضح. إيه لا عشان لا يقول الله بس كبر ما أدري شنو هو ولا خل الأمر ترى بسيط. الأمر بسيط جدا ولا. لا لكن إنه صوت يا أستاذ ما. عادل يا عبد المحسن عادل الله يعطيك العافية. طيب يا عبد المحسن خلوكم معي يا شباب خلوكم معي الله يجزاكم خير لأني بالجوال أنا ماني عارف شو اللي صار بهالكمبيوتر الله لا يبيض وجه الشيطان. أنا بحاول بقدر الإمكان يا شباب أني أخش على الحضور والغياب خلص يا شباب. خدت لقطتين من الحضور اللي موجود عندي فبالتالي كل أموركم إن شاء الله طيبة. صلى الله يعطيكم الصحة والعافية. فقط للإحاطة طيب يوم الأربعاء القادم عندنا محاضرة إحنا إن شاء الله الساعة 8 صح ولا لا؟ إيه نعم. طيب يا حمد والكلام للجميع لو حدث أنه خارج إرادتي لم أستطع الحضور لمدة خلنا نقول نصف ساعة إلى 45 دقيقة فبعد ال 45 دقيقة أنتوا في حل ممكن تروحون. واضح شباب؟ لكن في الغالب أكون معاكم إن شاء الله. تمام؟ أوكي أوكي. طيب وأبغاكم تتكرمون علي كذا تفتحوا لي الآن صفحة رقم قول معايا خلوكم معايا شباب صفحة رقم يلا أبغاكم تشوفوا لي صفحة رقم 31 31 32 مرة ثانية 30 31 و 32 خلاص يا شباب أوكي شبابنا أوكي أوكي. طيب أنا أحد عنده أي استفسار ولا كلكم مرخوصين يا شباب؟ طولنا عليكم اليوم شوي معلش. في أحد عنده أي استفسار؟ حياك الله يا حسن حيا الله الجميع. أنا مشاركات يا حسن أنا أبغى مشاركات من الجميع أوكي شباب إن شاء الله بإذن الله قريب تلحق خير تلحق خير. في أحد عنده أي استفسار باب؟ خلاص حسن الصعب وعلي العبود أول شيء حسن تفضل الكل مرخوص يا شباب ليه بيطلع. السلام عليكم حسن حياك الله أبوي يبقيك. في بس موضوع ال شو اسمه ما أدري تكلمت مع الشباب أنا الزملاء أنا في الشعبة كاملة يواجهون مشاكل بس في طبعا مو أغلب الشباب لأنه دحين شالوا اللي هو شرط اللغة الإنجليزية مع كورونا فبعض الشباب يواجهون مشاكل في المصطلحات حقت حق التخصص لأنهم يعني أغلبهم يعني ما درسوا إنجليزي وكامل المقررات حقتهم في الدبلوم فيواجهون مشاكل في مصطلحات التخصص العام. ممتاز. فما أدري هل في إمكانية إنه نخصص يعني أو نبحث عن ما يعني كلمات تكون related to our specialty. specialty. أبداً ما عندك أي إشكال حسن ونخصص لنا كذا كل محاضرة 5 كلمات إلى 10 كلمات واللي أقدر عليها أبشر فيه. الله يعطيك العافية بيض الله وجهك أبو حبيبي محمد. الله يسعدك ويسعدك حياك الله. العبود العبود لك خاطر تبي تتكلم؟ في أحد يبغى شيء شباب ولا أقول لكم مع السلامة؟ أستاذي نعم اللي هو 30 31 32 هذا الباراجراف تحضير فقط إيه تحضير فقط تحضير أوكي الله يعطيك العافية أستاذي حياك الله مرتضى الله يعطيك العافية أنت بعد سامي علي عندي سؤال نعم يا علي
صار شو الفرق بين الكيرس والدام؟ أعتقد نفس المعنى أو في لهم اختلاف بسيط أو شيء. حبيبي كيرس and دام. دام شوفوا بكتبها للسبورة. أوكي الله يربي يكرمك. دام D-A-M-N هو دام بس ما تنطق ما تنطق لأن دام معناها لعنة. كيرس That's K. He's cursed. C-U-R. Cursed. معناها ملعون ولا الله يعزك أصابته اللعنة. Curse من cursing. أوكي شباب. أوكي يا العبود. استاذ متى استخدم هذه متى استخدم هذه في له استخدامات معينه ولا عادي؟ لا ما في شيء. لما الله يعز لما مثلا تشوف مثلا واحد ضيع بلنتي شو تقول؟ تقول كيرس ولا دام؟ ها حسن دام. لا تقول له دام 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 الله يعزك معناه دام معناه ايوه زي الامريكا خلاص. لا الله يعزك هذا معنى الكيرسينج معناه لما تسب احد. اوكي هذا معنى كيرسينج. فلان يا ابن الفلان يا ابن هذا يسمونه كيرسينج. اوكي وايضا لما يجي شيء من السماء يقول اتس ا كيرس هذه لعنه ولا خلينا نقول غضب من الرب. وايضا في شيء كلمه ثانيه غير كيرسينج معناها اتس ا كيرس هذا لما الشيطان رجيم تجيني يا حسن. swearing ايوه هذه الكلمة هي swear ايوه swearing معناها الحلف. وايضا no swearing معناها بدون سب ما تقول والله ما تقول فلان فلاني واضح يا شباب فيسمونها swearing. وايضا الكلمات اللي انتو يعني بسلامتكم كنتم تفهمونها او بعضها اللي يسمونها ال F word عزكم الله فلان انت راح اقلع وجهك فما ادري ايش ام ووردز يسمونها سويرينج يعني معناها اللعان او السباب او سمها اللي تسميها. اوكي يا علي. اوكي يا علي. اوكي يعطيك الله يعافيك قلبك حياك. في احد ثاني شباب عنده اي ملاحظه ولا شيء؟ دكتور الله يعطيك العافية يا أستاذ دكتور حياك الله. سامي يا شبيب سم مدة التحضير أنا كنت صوت تحديث الصفحة ما أدري إيش صار. خلاص حضرتكم يا أبوي روح توكل على الله يعطيك العافية. الله يعافيك. في أحد ثاني شباب عنده أي مداخلة ولا أقول لكم مع السلامة؟ أنا أستاذ حضرت هذه رفطيح. كلكم حضرتكم يا هادي روح توكل على يعطيك العافية. الله عبد الله السالم عندك شيء؟ نفس الشيء أبوي خدت صورة من الجوال وبخش على الكمبيوتر بحضركم كلكم. هلا يما هلا في أمان الله. وإياك في أمان الله أشوفك على خير.